انا عارفين اخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين اخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين ان احنا كده عايشين. قرشين وسطر وايام تفوت ومحدش فيها فايق، واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره. تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. مش لبست؟ البس ايه ياما؟ البس ايه؟ مش عايز البس ياما. ياما انتوا ايه؟ مش حاسين بيا؟ مش حاسين باللي انا فيه؟ ياما انا تعبان، انا تعبان قوي ياما، ازاي اروح اتجوز وانا تعبان ياما؟ انتوا ايه؟ حسوا بيا بقى. معلش يا حبيبي، معلش. يا فتحي انا ما صدقت ان ابوك راضى عنك. هترجع وتزعله تاني؟ يعني اعمل ايه ياما؟ يعني اعمل ايه؟ اروح اتجوز واحدة ما شفتهاش؟ ما اعرفهاش؟ مفيش ما بيني وما بينها احاسيس، مفيش مشاعر، انتوا عايزين مني ايه؟ اقول لك احنا عايزين ايه؟ ابوك عايز يسرب بالجواز عشان ابنك يتربى في حضنك. انت عاجبك كده ان ابنك بيتربى بعيد عنك، ولا انت مش عايز ابنك يبقى في حضنك؟ بص لي كده ليه؟ عشان خاطري يا فتحي. لو انا غالية عندك يا حبيبي، ابوك يا ابني بدي كلمة للناس ما تطلعوش عيل صغير، هيبقى يومنا اسود ومنيل بستين نيلة لو انت فضلت كده. يلا عشان خاطري انا هروح ابص عليه زمانه خلص لبس. ربنا يهديك يا حبيبي وحياتي عندك. تغير هدومك وتحلق دقنك وبسرعة. بسم الله ما شاء الله،
سبع سبع، ما فيش منك اتنين يا حاج. يا حاج، الولد العريس لبس؟ بيلبس يا اخوي، بيلبس. الواد هيعطلنا عن مشوارنا ولا ايه؟ يوه، مش عريس يا حاج، لازم يبقى على سنجة عشرة، ولا انت عايزهم يفتكروا انت العريس؟ ربنا يحفظك، دمك شربات طول عمرك يا بهيجة كده، دمك عسل. لا بجد، صحيح يا حاج، يعني دمي وكلامي كده يشبهوا الكلام ودم فوزية؟ وبعدين بقى يا راجل، ده انت ما صدقت انا سافر من هنا وجريت نطيت على بيت فوزية من هنا. يا ستي ربنا ألف أعدله، انت ناسي انها مراتي؟ لو ليه طلبتني في طلب ما رحلهاش؟ سبحان الله. تروح لها ما تروح لهاش ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس انت اللي نسيت يا حاج تقولي ايه الطلب اللي هي كانت عايزاك فيه ده؟ هيكون ايه يعني؟ موضوع بطة وجوزها. يا اختي احنا مش هنخلص من موضوع بطة وجوزها ده. هقول لك حاجة جوايا كده يا حاج، انا حاسه ان الوليه ام بطه دي هي اللي بتسلط بطه تتخانق مع جوزها عشان انت كل يوم والتاني تروح عندها. اعوذ بالله. يا وليه مش كده، ده انا بقول عليك ان انت العقله اللي فيهم وست الستات. اعمل ايه يا حاج، جوزي وبولادي وبحبك وبغير عليك وبموت فيك. هو انا مش بموت في دباديبك، بس مش وقته، في ناس مستنين. اقول للشملول يلا يشد حيله. عيني عيني يا برهو برهو محاكين. يلا يا فتحي. تعال يا ابني، تعال طلع الزيارة اللي في العربية دي، طلع الحاجة كلها والأقفاص وكله. بقول لك ايه، انا مش عايزك مجوز على طول كده، تفرد وشك. انت جاي تخطب يا ابني مش جاي تعزي. حاضر هفرد اهو. حلو، اوديه فين اكتر من كده؟ ما هو انت البواخه. وبعدين بقول لك ايه، انا عايزك قدام الناس تقعد تاخد وتدي بالكلام كده، تاخد وتدي، وخصوصا مع العروسه. انا عايزهم يحسوا ان انت جاي شاري مش جاي تطفشهم من خلقتك. حاضر حاضر. اسمع، على انا الجوازه دي تهمني قوي، وبكره تعرف انها تهمك قوي انت كمان، فانا عايز ان شاء الله ما نخرجش من هنا غير واحنا خاضين. حاضر. طب ما مش نلحق، ما نخش الناس مستعجله اهو. يلا حاج، واد مستعجل قوي يا خي، ادخبها على منظرك. تعال ورايا يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. ايه النور ده كله؟ الله يعينك يا غالي. ازيك يا حاج؟ ازيك يا نورين؟ ازيك يا فتحي؟ ايه يا ابني وحشني، تسألش عليا حتى بالتليفون. معلش، اصل انا كنت مشغول شويه، كنت بصفي المحل بتاعي. ليه خير؟ هتغير شغلك ولا ايه؟ ده خير ان شاء الله، هو هيقفل المعرض عشان يساعد ابوه يقف معايا في المبنى. احسن حاجه عملها يا حاج. اتفضلوا اتفضلوا، روحوا بره. اهلا اهلا يا حاج، ازيك؟ منور يا حاج، ازيك؟ ازيك يا فتحي؟ اتفضلوا اتفضل اتفضل يا حاج، اتفضل يا فتحي، اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج، اتفضل يا فتحي. امال فين عروستنا ست العرايس؟ مساء الخير. مساء الخير يا انكل. حلو انكل دي. ازيك يا فتحي؟ ازيك انت؟ اهلا اهلا اهلا. والله ومالكوا عليا يا مين، فتحي كل يوم يقول لي يابا، هو احنا مش هنروح للجامعه نخلص الموضوع؟ اقول له صبرك علي، الصبر بالله، انا ورايا شغل كتير. يعني انت بقى اللي معطلنا يا حاج. الشغل والله يا هانم، الشغل هو اللي معطلنا كلنا. ربنا يعينك يا حاج. اهو الحمد لله بقى، فتحي اشيل عنك الشغل شويه وانت تستريح يا حاج. هو مش فتحي عنده معرض اجهزه كهربائيه؟ ما هو ده يا بنتي اللي هيصفيه بقى ويقف معايا في شغل الخشب. بس مش المعرض كان احسن؟ اهي كلها تجاره يا ميسه، وبعدين يا بنتي ده مغلق خشب كبير قوي ما شاء الله. كبير قوي قوي. احنا مش هنقول الكلمتين بقى ولا هنستنى شويه ولا ايه يا باشا؟ طبعا اذنكم بقى اعمل الشاي والكيكه انا وميسه. اتفضل يا ستان كده، نتكلم بقى براحتنا. ما احنا اتفقنا على المبدا في التليفون يا حاج، وبعدين دي بنتكم. ما انا بقول نتكلم بقى في التفاصيل. بصراحه يا حاج ابراهيم انا باحرج اتكلم في الحاجات اللي زي دي. تحرج ايه يا راجل؟ كل اللي هتطلبه ان شاء الله موجود.
خلاص يا حاج ابراهيم، طالما مصمم بقى انا هطلب فيها ارنب مقدم وارنب مؤخر، يعني جزء ارانب يا حاج، انما الشبكه بقى دي هديتكم ليها، نقول 100,000. ايوه بس ده مش كتير شويه؟ كتير ايه؟ والله يا فتحي يا ابني ولا لك عليها حلفان، انا قبل ما الحاج يكلمني جالها عريس ابن سعد الفيومي يا حاج، ما انت عارفه. ايوه ايوه عارفهم عارفهم، والناس قالوا انهم موافقين على كل طلباتنا، انما لما والدك بقى كلمني يا فتحي انا قلت لا، الحاج ابراهيم العقاد ده عشره وصحوبيه، صحوبيه عمر يا ابني، قلت لا ابنه اولى. ربنا يبارك فيك يا عبد المنعم بيه، على كل حال احنا شاريين وكل طلباتكم مجابه، نقرا الفاتحه بقى. آمين. الحمد لله. عمان عم بيه، شوف امتى ان شاء الله يفضوا عشان ينزلوا العروسه تختار الشبكه اللي تعجبها، مش مهم الفلوس اللي اتكلمنا فيها، تختار اللي هي عايزاه. انا رقبتي سداد. ربنا يكرمك ويبارك لنا فيك يا حاج. اي بنتك برضه طبعا، عشان بعد كده ان شاء الله ينزلوا يختاروا العفش كله اللي هي عايزاه. كده على طول؟ ده انتوا مستعجلين قوي بقى يا حاج. واحنا ورانا ايه؟ خير البر عاجله، وبعدين خير ربنا كتير والحمد لله. السلام عليكم. مش شايف يا حاج ان اللي طالبينه ده كتير شويه؟ البت ما تستاهلش، يعني لو كانت حلوه كانوا طلبوا قد ايه؟ حلوه دي وخيبه ايه؟ اخلص بالك، لو طلبوا قد كده 100 مره برضو كنت هدفع. ليه؟ البت دي ابوها له شنه ورنه، يعني نسبهم لوحده ودفع في الشيء الفلاني. اركب يا بلاش خير، اركب اركب. انت وبنتك نفذتوا لكم واكتر منه كمان، عايزين ايه تاني بقى اكتر من كده؟ يعني يوافقوا على ثمن الشبكه يا بابا؟ طبعا يا حبيبتي. لا، واذا عجبتك حاجه اغلى خديها وانت قلبك جامد. حقيقي يا بابا؟ طبعا يا ميسه يا حبيبتي طبعا، ده من بق الحاج ذات نفسه. تعرفي يا ميسه، فتحي يا دوب فتح بقه وقال كتير راح الحاج مسكته وقال يا عبد المنعم بيه احنا موافقين على كل طلباتكم. طبعا يا بنت، هم مش عارفين هم هيناسبوا مين. قالوا كانت زعلانه على جوازها من ابن عمتها اللي ما حلتوش حتى يركبها تاكسي، كنت ناويه تخيبي نفسك بايدك. بس ازاي فتحي كان مستكتر طلباتنا؟ هو انا مش عاجباه؟ مش عاجباه ده ايه يا ميسه؟ طبعا عاجباه ونص، بس بصراحه بقى يا بنت الطلبات اللي احنا طلبناها كانت كتير قوي، محدش يوافق عليها غيرهم. واتفقتوا تجيبوا الشقه فين؟ انا قلت له يا حاج احنا عايزين شقه على النيل او يسكنها في فيلا. الحاج قال مفيش مانع. شفتي الامل اللي هتبقي فيها؟ مش ابن عمتك ده اللي كان ناوي يسكنك في درب شكامبا؟ ايه درب شكامبا دي يا ماما؟ خلاص خلاص، انا كل ما اقول حاجه تقعدي تساليني فيها. بس واضح يا حكمت انهم مستعجلين قوي على الجواز. واتفقتوا على الميعاد؟ الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. انا دلوقتي استريحت يا فتحي. اسكت يا واد، ابوك فرحان بالعروسه قوي وطير بيها طيران. طب ما يتجوزها اهو كده برضو يا فتحي، وانا يا وادي خرطوني للوز. مالك يا فتحي؟ هي العروسه يا ابني مش عاجباك ولا ايه؟ هاي تدبيسه والسلام يا اما. تدبيسه ده ايه يا واد؟ طب بذمتك كده وانا هزممك ذمه، بنت الحسب والنسب ولا بنت باشاندي الغفير؟ ليه وجع القلب ده؟ وجع القلب فتحي، هو انت لسه بتفكر فيها يا ابني؟ مش كنا خلصنا من البلوه دي؟ يا ريتني كنت اقدر انساها يا ام، يا ريتني. حرام عليك يا ابني توقع قلبي في رجليا، قصدك ايه بالكلام ده؟ ياما ياما ياما، سيبيني في حالي ياما، سيبيني في حالي، سيبيني في حالي ياما. لا 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 لا، ده انت راجع من بره حالك مقلوب. عشان خاطر يا فتحي حط يا اخويا كده حقلك في راسك ولايمها مع ابوك، انا مش ناقصه وجع قلب. مين فينا اللي قلبه موجوع؟ انا ولا انتوا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ما تسيبوني في حالي، اللي انتوا عايزينه انا بعمله. سيبوني في حالي، سيبوني في حالي ياما، سيبوني في حالي.
خيرك يا ابني. بورم بورم قاعدين بترغف ايه انت وابنك الوقت ده كله؟ يو يا حاج هنرغف ايه؟ كان عمال يحكي لي على العروسه وجمالها والقعده اللي كنتوا قاعدينها. انا لغايه دلوقتي مش عارف الواد ده عجباه العروسه يعني ولا بيسيرني كده والسلام. اللي عجباه يا حاج ده هيطير من الفرحه، ده حتى جوه كان بيدعي لك ويقول لي ايه ابويا نقالي نقاوه يسلم عليها. امال ما بيقوليش انا الكلام ده ليه؟ الغرض انا مش عايزك تجيبي سيره لاي حد من العالم اللي حواليك دول بخصوص الجوازه دي. ليه يا حاجه كفاله شر؟ ده انت مناسب ناس يا اخويا تتباهى بيهم قدام القاضي. انت حواليك عقارب عقارب يا بهيجه، مش عايز حد يعرف حاجه وخصوصا ضرتك فوزيه. الشر بره وبعيد، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. في دي بقى عندك حق، الا فوزيه دي حربايه تطيق العمى ولا تطيقنيش انا وولادي. انا عشان كده الواد برعي اهو قدامي ليل ونهار ما بجيبلوش سيره حاجه ابدا، بخاف يروح يقول لمراته، وانت عارفه حميده دي ما بتصدق، عامله زي نشره الاخبار. انا بالحق يا حاج انت قلت للواد برعي على ابراهيم يعني لساني مش مطوعني انه ربنا افتكره. طب ايه رايك يا برعي؟ انا مش داخل في دماغي حكايه الواد ابن فتحي دي. قصدك ايه يا حميده؟ مش عارفه، حاسه كده ان الواد ده ما ماتش. لا 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 يا بنتي، لا ابوكي لو في حاجه زي كده مش هيخبي عني انا. بس انا حاسه ان ابويا في دماغه حاجه. يا وليه افهمي، معقوله الراجل هيفول على حفيده وبعدين ده مكلفني اقوم بالليله دي كلها عشان خاطر الواد؟ طب لو كان مات ما دفنوهوش ليه في التراب بتاعتنا؟ عشان يداري اللي حصل. مش انت قلتلي ان انتوا عصتوا هدوم ودم وبعتوها لامه وفهمتوها ان انتوا قتلتوه؟ ربنا ما قرتش، وبعدين الواد جعان جابوله كل المرضعات اللي في الدنيا، الواد رفض يرضع منهم لغايه ما مصارينه نشفت ومات. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت عارف ده انت قام ربنا عشان حرمته من أمه. تفتكر اللي انا عملته ده يغضب ربنا حميدة؟ احنا عندنا عيال. لا يا اخويا، وانت مالك انت؟ انت كنت بتنفس كلام ابويا. تفتكري؟ بقولك يا حميدة انا هروح لأي شيخ اسأله في الموضوع ده. عشان يضرب ابويا ساعتها ويقلب عليك. بقولك ايه، انت تجيب خروف وتذبحه وتوزعه على الغلابة تكفر عن اللي انت عملته. ايوه عشان ابوك يسالني ده بعت الخروف ده ليه يا برعي؟ اقول له نصيبه يتذبح. لبست يا حبيبي خلاص؟ ايوه ياما لبست. انا عايز افهم، هو انت مش المفروض تبقى معانا في الليله السودا دي؟ يا ساتر يا رب، ان شاء الله بيضه وزي الفل. هو المفروض اجي معاكم، بس انا مش واخده على العروسه وامها ولا هم واخدين عليا. خلي العروسه تنقي شبكه براحتها، افرض يا واد البت عينها وقعت على حاجه تقيله كده ولا كده، ما تبقاش محروجه مني. انا مش فاهم ليه الحاج فتح لهم الباب على البحري كده. يا واد خليك مفتح امال. يو ابوك له نظره تانية غير نحن خالص، احنا ما نفهمهاش. المهم يا حبيبي مش عايزك تكشر في وش العروسه ولا امها وتغزلها كده وتقول لها كلام حلو مزوق من بتاعك ده. معلش يا فتحي، اهي الجوازة احسن من الجنازة. يلا يا حبيبي يلا بقى افردها يلا. الله، بص يا مامي توينز ده خاتم متجنن حلو قوي. طب ايه رأيك يا فتحي؟ حلو قوي، اشتروا اللي انتوا عايزينه. في حاجة تانية ممكن؟ حاجة تخمة بقى دي تجنن. تحفة الساعة دي يا مامي. خديها يا حبيبتي، مبروك عليك. ايه رأيك يا فتحي؟ اختاروا اللي انتوا عايزينه، ده اوامر الحاج. خدي دي كمان. بقول لك ايه والنبي يا اخويا، انا عايز ابيع الغويشه دي. الفاتوره موجوده؟ طبعا معايا الفاتوره اهي. ايه رايك يا فتحي في الطقم ده؟ لاقينا على بعض صح؟ كويس. ميرسي. Thank you.
هيتجوز المحروس. محروس مين؟ هيكون مين يعني؟ ابن العقاد. وانت عرفت منين؟ شفته هو بيشتري الشبكه من البنت اللي معاه. انا من رايي تسيبك من الموضوع ده وتشوفي حالك. حالي ايه؟ حالي ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ هو انا بقالي حل؟ ايوه طبعا ليك حال. ايه اللي ما بقاليش حال؟ الله، عايزين ندور على شغل بقى. القرشين اللي معاكي قربوا يخلصوا، ولازم تفكري هتعملي ايه. قول كلنا هنعمل ايه. وبعدين يا ورده يا اختي، مهما تعملي مش تعرفي تعملي حاجه مع العقاد، وفي الاخر هيطلعوك انت الغلطانه زي ما المحامي قال لك بالظبط. بس الراجل ده تاجر مخدرات، عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه؟ اوه، ما تنسي بقى الموضوع ده وطلعيه من دماغك. هو انت ناقصه؟ خلاص انتوا احرار انتوا الاثنين، انا بقى هعرف اتصرف لوحدي. استني بس يا ورده. الله، قولي انت عايزه ايه. انا فكرت كويس، نبلغ على العقاد. طب ما انت قلت الكلام ده في الاسم والظابط ما صدقكيش، وكمان قال لك ان ده مش كويس عشانك. يعني هيعملوا لي ايه؟ ضرب الله ورا على عينه، قال ما هي خربانه خربانه. انت شاغله دماغك بالموضوع ده ليه؟ هما مش فتشوا المغلب، ملقوش فيه اي حاجه. لكن انا بقى عارفه المكان السري اللي هو حاطط في الحشيش، وشفته بعناية الاثنين. يا هريدي استهدى بالله، اختك دماغها ناشفه، ريحها. يبقى نبلغ على مكان الحشيش، وساعتها بقى يقبضوا على عقاد وابنه. نفسي اعرف هتستفيدي ايه. هستفيد ايه؟ هستفيد كتير قوي، ان اشوفهم هما الاثنين مرميين في السجن، ويا عالم بقى هيتصلهم 15 25 سنه ولا هيتعدموا. بعد اذنك، هما فين بتوع المخدرات؟ بتوع المخدرات؟ قصدك محبوسين فين؟ لا، الضباط. اخر الطرق على اليمين. شكرا. انا الراجل ده شكله مش غريب عليا، كاني شفت وشه في حته قبل كده. والله ورده عندك حق. شفته فين؟ شفته فين يا هريدي؟ يا عم احنا مالنا؟ احنا الناس بو، شفته فين ولا ما شفتهوش فين؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. افتكرت، عارفه شفته فين يا ورده؟ فين يا هريدي؟ في فرح الست مروه بنت الحاج. صورت ايدك يا هريدي؟ ده العريس ذات نفسه. ايوه صح، هو ده جوز الست مروه بنت الحاج. يا نهار اسود. طب كويس انه ما عرفكوش، كان زمان راح قال للحاج على طول. تفتكر لما شافني ما عرفنيش؟ لا بالتالي، يعني لو كان يعرفك اقل حاجه كان هيسالك ايه اللي جايبك هنا. ايوه يا هريدي، بس ما تنساش ان ده ظابط، يعني ممكن يكون بيشتغلني، ممكن يكون خد باله مني وعمل نفسه ما يعرفنيش. طب هو ما شافكيش بعد الفرح؟ ولا مره، شافني بس ليله الفرح. خلاص يا اختي اطمني، ما تقلقيش. العريس يوم فرحه لا بيفتكر سلم على مين ولا شاف مين، بيبقى مركز في حاجه واحده بس، دخلته على العروسه. يا اخويا ليه اسمعك كده يقول انك كنت عريس امبارح؟ مش انا كنت عريس ولا حاجه. ايه ده؟ عايزين نمشي المكان اللي احنا فيه. بقول لك ايه يا اختي، هو الظابط قال لك بتوع المخدرات فين؟ انت بقى جايه تبلغي عن ايه يا ورده؟ جايه ابلغ يا باشا عن واحد اسمه الحاج ابراهيم العقاد. اللي ساكن في البطنيه؟ هو يا سعاده الباشا. ماله الحاج ابراهيم العقاد؟ بيتاجر في الحشيش. بيتاجر في الحشيش؟ وانت ازاي عرفت انه بيتاجر في الحشيش؟ انا بشتغل عنده في المغلق يا باشا. انا واخواتي الاثنين شفنا رجالته هما بيطلعوا الحشيش بالليل. احنا ما شفناش حاجه يا باشا، اختنا اللي شافت وقالت لنا. ايوه يا باشا. ايوه باشا، هي اللي شافت. كملي يا ورده كملي. شفتيهم بعينيكي هما بيخرجوا الحشيش؟ ايوه سعادة الباشا، مخبينه تحت الارض في المغلق. وهم شافوكي هما بيعملوا كده؟ لا يا باشا، بيعملوا كده بالليل، بيفتكروا ان انا بقى نايمه. نايمه؟ نايمه فين؟ في المغلق يا باشا. اصل عدم المؤاخذه باشا، احنا عندنا اوضه في المغلق بننام فيها كلنا يعني. قولي لي يا ورد، انت ايه اللي خلاكي تيجي دلوقتي وتقولي الكلام ده؟ مش انتوا برضه يا سعادة الباشا بتمسكوا الناس اللي بتتاجر في الحشيش؟ وردة، انت في مشاكل بينك وبين الحاج ابراهيم العقاد؟ لا يا باشا. طب اشمعنى هما ما شافوش حاجة وانت بس اللي شفتي؟ مش هما كمان كانوا بيشتغلوا معاكي؟ ما اعرفش يا باشا، اسألهم. وانتوا ايه رأيكم في الكلام اللي بتقوله اختكم ده؟ ها؟
انا عمري يا باشا ما اشتغلت في المغلق، قصدي يا باشا عمري ما سمعت الكلام ده. يعني هي اللي بتقول. ايوه يا باشا احنا مالناش دعوه، وعلى فكره يا باشا عشان تبقى عارف احنا نصحناها قبل ما تيجي ان الكلام ده لو ما طلعش سليم هيبقى مش كويس عشانها، هي اللي ركبت دماغها يا باشا. بس معلش يا باشا سامحوها عشان خاطرنا، ورده اختي غلبانه قوي. انتوا خايفين من ايه؟ والختمه الشريفه يا باشا اللي انا بقول لك عليه ده شايفه بعناية الاثنين، انا هكذب ليه يا باشا؟ مصلحتي ايه؟ عرفتوا الناس دول بيشتغلوا ايه؟ دول يا فندم كانوا بيشتغلوا في مغلق الخشب اللي بيملكه الحاج ابراهيم العقال. طب ودلوقتي بقى بيشتغلوا فين؟ ما بيشتغلوش يا فندم. افهم من كده ان الحاج ابراهيم العقال طردهم. ايوه. طب ولما هم بقى عارفين ان الحاج ابراهيم العقال بيتاجر في المخدرات ما بلغوش ليه وهم بيشتغلوا عنده؟ اشمعنى استنوا لما طردهم؟ البنت اختهم بس هي اللي مصره على الاتهام ده. يعني اخواتها بينفوا التهمة عن الحاج؟ لا هما بيقولوا ان هما ما يعرفوش اي حاجة عن الموضوع ده. يعني بلاغ كيدي. انا رأيي كده يا فندم. طب اسمعني بقى سعد، انا عايزك تعرف لي ايه دوافع البت دي في اتهامها للحاج العقاد. الحقيقة المعلومات اللي عندي عن الراجل دوت ان راجل عمال طيب وسمعته نظيفة. مظبوط يا فندم، ده حتى يوم الحملة الكبيرة اللي عملناها على البطنية فتشنا المغلق بتاعه وفتشنا بيته وما لقيناش عنده اي حاجه. والحقيقه الراجل يوميا كان متعاون معانا على الاخر. انا حتى رحت زورته بعد كده وطلبت منه انه يبلغنا لو عرف اي عمليه هتتم عنده في البطنيه، والراجل رحب جدا. برضه ده مش كفايه يا سعد، انت عارف طبعا اسلوبي في العمل بالنسبه للبلاغات تحديدا لازم تحريات دقيقه عن اي حد يقدم بلاغ قبل اتخاذ اي خطوه. تمام يا فندم. ما قلتليش خلصتوا تحرياتكم عن ولاد خضرة؟ حقيقة ان معالي الوزير مهتم شخصيا بالموضوع دوت، لان فيهم واحد مرشح نفسه لمجلس الشعب. قول لي يا علاء، انت هتعرف الناس اللي بتشتغل في المغلق بتاع حماك؟ لا سعادتك، في حاجة؟ تعرف واحدة اسمها وردة؟ وردة ما اعتقدش. وردة دي بتقول انها كانت بتشتغل هي واخواتها في المغلق اللي كان بيملكه حماك وبعدين طردهم، والنهارده الصبح جت تبلغ ان الحاج ابراهيم العقاد بيتاجر في المخدرات. بغض النظر يا فندم، حضرتك عارف حمايه ويمكن كمان ان مفيش ود بيني وبينه، بس الكل عارف ان سمعته فوق مستوى الشبهات، واظن سعادتك ان احنا روحنا فتشنا عنده قبل كده ما لقيناش اي حاجه. كلامك مظبوط، علشان كده انا عاوز نعمل تحريات عن اللي اسمها ورده دي، عشان عايزين نعرف هي ليه بتتهم الحاج ابراهيم العقاد الاتهام الفظيع ده. بس يا سيدي اخوة على العشرة تكتبهم بعد حمدي شاكر سعد بيعيسكم. الله الله في يا خال، مالك مالكش عايزنا فيه؟ لا ما عرفتش. هو كان عايزك فيه يا علاء؟ طالب مني تحريات. تحريات؟ تحريات ايه؟ يلا بينا نشوف. يلا بينا نشوف الموضوع. بالاذن يا خال. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا حضراتكم فوق. اهلا وسهلا. انت صاحب المغلق ده؟ لا صاحب المغلق ده الحاج ابراهيم العقاد، بس انا ابوه واموره. بتشتغل معاه؟ ايوه. من قد ايه؟ من حوالي شهر كده. علب بشندي كانت بتشتغل عندكم؟ ايوه. هو في ايه؟ هما خرجوا من عندكم بقالهم قد ايه؟ اللي اعرفه اكتر من سنه. انما انت بتسال ليه؟ انت تعرفي اللي اسمها ورده دي كويس؟ ايوه، كانت بتيجي البيت عندنا كتير. وايه رايك فيها؟ هي ورده عملت حاجه؟ جاوب على سؤال الاول. طب اتفضل اتفضل اتفضل. امال فين الحاج؟ كنا عايزين نشوفه. الحاج في البيت. طب ممكن تتصلنا بيه عشان عايزين ناخد منه كلمتين. هو في ايه الموضوع؟ الموضوع يا ست ان ورده جت الاداره عندنا ومقدمه بلاغ ان والدك بيتاجر في المخدرات. دي سافله ومجرمه، ازاي تتجرأ وتقول حاجه زي كده على بابا؟ انت مش لسه كنت بتشكري في اخلاقها؟ ايوه يا علاء، بس احيانا الظروف بتغير حاجات كتير في البني ادم. ازاي يعني؟ انا هقول لك البنت دي بتقول كده ليه. ظابط زميل مكتب، قول له انا قاعد مكان ابويا ما اعرفش حاجه، انا جاي لك حالا. في اي حاج؟ الزفته اللي ابنك بلانا بيها قدمت شكوى تاني. شكوى ايه دي؟ بلاش عرفني اهو الظابط قاعد مع ابنك. لا ما هو فتحي ما يعرفش حاجه. وبعد ابنها ما اتخطف افتكرت ان بابا وفتحي هما اللي خطفوه. طب افرضي بقى ان باباكي كان عمل معانا زي ما عمل مع فتحي اخوكي،
وحب يطلقنا من بعض، كنت هتعملي ايه؟ انا من الاول كنت صريحه معاهم وحددت موقفي، ويوم ما اتجوزنا كلهم كانوا عارفين. على العموم انا اتاكدت ان البلاغ ده بلاغ كايدي. انا كنت اتوقع منها تعمل اي حاجه، بس ما كنتش اعرف انها بالسفاله دي. طب افرضي يا حبيبتي ان البلاغ ده طلع مظبوط، كنت هتعملي ايه؟ كلامها لا يمكن يطلع مظبوط ابدا. ليه؟ لاني عارفه بابا كويس. انت ما تعرفش يا علاء ده بيكره موضوع المخدرات قد ايه. طب مش يمكن رفضني لما عرف ان انا ظابط في مكافحه المخدرات؟ بطل بقى يا علاء الكلام اللي انت بتقوله ده، هزعل منك. انت عارف بابا رفضك ليه؟ ما تخليناش بقى نفتح في اللي فات. حبيبتي انا بهرج معاك، انت واخده الموضوع على قلبك كده ليه؟ عمره ما كان هزارك بالسخافه دي. كده يعني انا سخيف؟ في يا حاج؟ ربنا يستر دلوقتي نشوف. وصل ايه؟ المهم سعادة البيل العالم دي كانوا شغالين عندي هنا في المغلق. الراجل الكبير كان بيشتغل الخفير بتاعي، وولاده الاتنين سالم وهريدي كانوا بيشتغلوا عتالين في المغلق. البنت بقى كانت بتتنطط تعمل العمال شاي وقهوة وحاجات زي كده، بس بنت بكسة وعينها بكحة لسبت على الواد ابني وفضلت وراه لغاية ما كتب كتابها في السر. مش ده اللي حصل يا فتحي؟ ايوه ده اللي حصل. طبعا انا لما عرفت كده اتجننت، مطقتش دمي فار، بس انا على ما عرفت كانت هي حبلت منه وخلفت. والله ما انا عارف هي جابت واد ولا جابت بيت. هي خلفت ايه يا فتحي؟ واد يا حاج. واد يا حاج، اسم الله. المهم انا صممت بقى انه لازم يطلقها. ما هو بصراحة ما تخزنيش، ما ينفعش برضو ان ابن الحاج ابراهيم العقاد يتجوز واحدة زي دي، لا ليها اصل ولا فصل. ولا يا بهوات؟ لا تمام تمام يا حاج. اسم الله عليك يا سعادة البيه. المهم بعديها بقى البت شاطط، لا بقت لا على حامي ولا على بارد، كل يوم والتاني بلاغ. راح الاسم جاب الاسم، بلاغات بلاغات ضدي، طبعا كلام فارغ وكله في الاخر طلع فشوش. واظن انتوا سمعتوا اخر حاجه انا عملتها. حاجه ايه يا حاج؟ وانا سعادة البيه راجل ابن بلد برضو، مش معقول اسيب ابني في السن ده من غير جواز. فانا استخرت الله وقررت عشان قلبي يطمن اروح اخطبله. فرحت خطبت له بنت عبد المنعم بيه ابو شنب. اظن سعادتكم بتسمعوا عنه. ومين ما يعرفوش يا حاج؟ ده يعتبر من الناس الكبيره الكبيره قوي قوي. اسم الله عليك يا سعاده البيه. سمعت الباشا بيقول ايه عشان تعرف ان انا قلبي عليك. المهم بيه ما طولش عليك، البنت بيه بقى مش عايزه تسكت، قعدت تهلفط. قال ايه؟ راحت تتهمني ان انا خطفت الواد ابنها. ده انا ما اعرفش اذا كان واد ولا بنت. المهم طبعا كل ده كلام فارغ فشوش ما يرساش على حاجه، انما ان شاء الله هي اخر حاجه بقى دلوقتي. متهماني بايه؟ شفت بقى يا سعد، مش انا قلت لك من الاول انه بلاغ كايدي؟ ما احنا يا فندم عملنا التحريات دي عشان بس نريح ضميرنا. اظن دلوقتي بقى ارتحت يا علاء وعرفت انك مناسب عيله محترمه. انا مطمن سعادتك من الاول، انا اتعرفت على بنت الحاج من خلال حماسها الشديد جدا لمكافحه المخدرات. في الحقيقه يا فندم انا كنت في منتهى الاحراج وانا بتكلم مع الحاج، تحس كده انه راجل طيب وبتاع ربنا واللي في قلبه على لسانه. ده بالاضافه يا فندم لان احنا عملنا تحريات من كل اهل الحي، لقينا ان كل الناس هناك بتحبه لانه بيحصل على الغلابه وفتح بيوت كتير قوي. والحقيقه ابنه فتحي يا فندم واضح جدا انه على نياته. مظبوط سعادتك يا فندم، فتحي اخلاقه عاليه جدا، وده مش عشان اخو مراتي. لكن للاسف يا جماعه الاشكال القرف اللي زي البنت دي واخواتها الصيع بيبقى جواهم حقد فظيع قوي للناس المحترمه اللي زي الحاج العقاد اللي ربنا اعطاهم من وسع. وزي انتم ما بتقولوا الولد فتحي ابنه على نياته، يعني البنت استغلت دوت ولعبت عليه لحد ما وقعته وتجوزها. تمام يا فندم، زي الحاج ما قال بالظبط. وطبعا يا جماعة لما الحاج العقاد ضغط على ابنه فتحي علشان يطلق البنت السافلة ديت، البنت دي اتجننت وابتدت تشتغله في الأزرق، فاكرة ان باللي بتعمله ده هتهدد الحاج العقاد فيخاف منها ويرجع لها جوزها من تاني. يرجع مين يا فندم؟ سيادتك ما تتخيلش الحاج خطب لابنه بنت مين. ما انت اكيد عارف يا علاء.
لا انا لسه ما اعرفش. ما تتكلم يا شاكر، بنت مين؟ سيادتك مش هتصدق، بنت عبد المنعم بيه ابو شنب. انت بتتكلم جد يا فندم؟ الحاج اللي قال لنا الكلام ده بنفسه واحنا قاعدين معاه انا وحمدي. طب اتفضلوا يا جماعه. شفتوا بقى البنت السافله دي كانت عايزه توقعنا مع مين؟ كويس انك قلت لنا يا شاكر. الحمد لله يا فندم ان احنا ما اتخذناش اجراء كده ولا كده، كان هيبقى شكلنا ايه ساعتها؟ مجرد سعادتك ما حكيت لمراتي على اللي حصل ده، قلت عشان اوصل منها المعلومه، الا ان هي صارت وزعلت جدا ان في حد بيتهم ابوها الاتهام الفظيع ده. ورغم تعاطفها مع ورده اولا، الا ان حبها وايمانها الشديد بسمعه ابوها خلاها تكره البنت دي لدرجه سعادتك انا ما اعرفش كانت هتعمل فيها ايه لو هي قدامها. الحقيقه يا فندم الفضل يرجع لسيادتك لما امرت باننا نعمل تحريات الاول. على العموم انا خلاص اتصلت بالحاج ابراهيم العقاد واعتذرت له بما فيه الكفايه. كفايه يا فندم ان احنا فعلا محتاجين لمساعدته معانا. لا لا سعد، ده مش كفايه، بيتهيألي ان انا كمان لازم اتصل بالحاج العقاد واعتذر له. احنا مش قد عبد المنعم بيه. يا ريت بقى تشوف لي نمر الحاج وتبعتها لي بسرعه. الو. اهلا 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 سعاده الباشا. ده ايه النور ده؟ ده انا صوابعي هتولع من كتر الحراره اللي في التليفون. اه والله يا هواري باشا، يا مرحبا بسعادتك. ايوه يا فندم ايوه، مفهوم مفهوم، سعادتك عندك حق، ما هي الدنيا مليانه ناس. اه وياما في ناس وحشين، والبت دي بالذات، البت دي من نوع اللي يعض الايد اللي بتتمدله. وعلى راي المثل يا سعاده الباشا، اتقي شر من احسنت اليه. يا اعوذ بالله، مخدرات؟ ما لقيتش غير التهمه النيله دي. مخدرات ايه؟ حد الله بينا وبين اي قرش حرام. لا 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 لا، ده كلام. انا عمري ما حبيت الحرام في حياتي ابدا. يا سعاده الباشا ومالكش عليا يمين، اسال اللواء يسري مرعي اللي كان قبل سعادتك ماسك الاداره، قول له مين السبب في تنظيف الحي كله من المخدرات، هيقول لك ابراهيم العقاد. البلاغ بتاع ابراهيم العقاد هو اللي قوم الحمله الكبيره اللي نظفت الحي كله. ما احنا عارفين يا حاج، ده انت والحمد لله سمعتك سبقاك، سمعتك زي البرلانت. لا 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 اطمن يا حاج، انا هعرف اتصرف ازاي مع البنت بنت الابلسه دي واخواتها الصيع. ما يكونش عندك فكره. طبعا طبعا يا حاج. وبالمناسبه دي بقى الف الف مبروك على الاخبار السعيده اللي انا سمعتها. ايوه والله فرحنا قوي يا حاج، الف مبروك لابنك فاتحي. الله يبارك في سعادتك يا سعاده الباشا، بارك الله فيك، الله يخليك. على كل حال يا سعاده الباشا، انا مستني سعادتك انت والاسره الكريمه يوم الفرح ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في سعادتك. سلامه يا فندم. الف سلامه. مع السلامه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الدماغ دي؟ ودين النبي سيد المعلمين. استنى بس بلا دماغ ولا بتاع، انا برضو مش مرتاح بسببك يا ابو رعي. ليه بس يا حاج؟ تقدر تقول لي البت دي عرفت منين حقيقه شغلنا؟ انا ماليش دخل بالموضوع ده يا حاج. هي يوم ما راحت للست بهيجه وانا قلت لها تعدي على حميده تجيب لي حاجات مهمه، بنت اللذينه جت بدري وشافت رجاله وهي بتنقل بضاعه. جت بدري وشافت الرجاله وهي بتنقل البضاعه. يا صلاه النبي. طب غلوش عليها، اعمل اي حاجه بحيث انها ما تفكرش ان دي النيله بضاعه الحشيش. الحمد لله جت سليمه كده، بقى ما حدش يقدر يفتح بقه معاك يا حاج. وبعدين مدير المكتب نفسه بصم بالعشره ان مالكش في تجاره الصنف. ربنا يستر بقى، المصيبه في المحروس، لازم يكون حد حيله على نفسه وعلينا. بس الحمد لله يا حاج ادينا خلصناه. بس ما قلتليش يا حاج يعني ان فتحي هيتجوز تاني. اديني قلت لك، ما انا خوفي ان مراتك تعرف، ساعتها هتفتح الاذاعه بتاعتها ومن قبل ما نبدي. خلاص يا حاج، لما حضرتك بتقولي ما تفتحش بقك يا برعي ما بفتحش بقي.
بس المرة دي اتجوز على الليوي. ايه اللي الليوي؟ جرايل هو انا شوية في البلد؟ وانا بقولك من دلوقتي اهو اقفل بقك خالص. قفله يا حاج بالضبة والمفتاح ومديها الطرشة. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله ربنا اكرمني وقدرت انا على الراجل الضابط والرئاسة بتوعه ان اللي قالته البت دي كله ضديات وغل مش اكتر. ايوه بس ايه اللي يخلي وردة تتهمنا اتهام زي ده؟ انا عارف انت بتفكر في ايه، ولعلمك كل اللي بتفكر فيه صح. الشمس تبان بعد سحاب.